قسيس علي، فإذا النقطة المحورية اللي غيرت حياتك هو موضوع الولادة الجديدة أو الولادة الروحية، الولادة من فوق، وآمنت بيسوع وتغيرت حياتك. أمين. كيف بتعرف إنه تغيرت حياتك؟ طيب، أنا أعرف إن أنا اتغيرت حياتي وأصبحت مولود جديد بآمن بالرب يسوع المسيح. لا أحد يقول يا رب أو الرب يسوع المسيح إلا عن طريق الروح. نعم. فإذا كان الروح الرب فينا فإحنا بنعيش مش للجسد، احنا بنعيش للروح، احنا بنعيش مؤهلين ان احنا نكون مشاركين الله في طبيعته الإلهية، كما قال الرسول بطرس في رسالته الثانية اول عدد 4، يقول ان احنا يعني الرب يسوع المسيح جه وشاركنا في طبيعتنا الإنسانية واكل وشرب، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من العالم الفساد بالفساد. الذي في العالم نعم، بالشهوة. بالشهوة. أمين. فالكلام دوت مفيش أي حد يسمعه ويقراه ويدرسه وما تتغيرش حياته. الكتاب المقدس ما هوش كتاب، مجرد كتاب. الكتاب المقدس هو الطريق للحياة الأبدية، من بدايته لآخره هي قصة واحدة وهي قصة الخلاص. أمين أمين. فأنا من يوم ما أنا قابلت المسيح ودخلت هذه المناظرات مع جميع شيوخ المسلمين على البلطوق، هذه المناظرات جعلتني أعيش كتير مع الرب يسوع المسيح، لدرجة إن أنا بقول للرب يعني أنا ساعات بكون قاعد في مكان لكن مش موجود فيه، أنا سابح معاك يا رب، لأن الناس بتندى عليا وأنا مش سامعهم يعني مش سامع حاجة، أنا عايش مع ربنا، بسبح معاه في السماء، بتعلم منه وهو بيعلمني، يعني أنا أصبحت في إيد الرب يسوع كعجينة وهو بيشكلها زي ما هو عايز، وأنا سايب للرب يسوع نفسي لكي أصل للمرحلة اللي هو وصلني ليها النهاردة. تخيل يا قس أزار، أنا كنت لا أتوقع أبدا أبدا في يوم من الأيام إني أكون بتكلم معاك في البرنامج بتاعك زي ما احنا بنعمل دلوقتي. ده كان شيء بعيد تماما عن انك تتمنى شيء، ولكن بامر ربنا انا النهارده موجود معاك وواثق ان ربنا هيستخدمني ويستخدمك لتوصيل كلمته ولمجده، واخوه كثيرين من المسلمين النهارده يعرفوا الرب يسوع. يا رب.